هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخيراً قرح رفينا الوسط، دخل في الموضوع مباشرة عبر برميل ثورة القرعة، ثورة المستضعفين الرافضين لزيادة 500 قرش. نعتها الدبيدال الوسط أيها الشعب اليمني العظيم، اسمعوها مدوية. فالشعب اليمني لا يعتمد على الرواتب، ويعتمد على ذاته، والرواتب هي تأتي استثناءات، هي تأتي استثناءات. هذا يعني أنه ماذا؟ أهدى القراف، أهدى الضنا والحراف، يعني بعد 10 أشهر صبر أكيد تعودتم ما تحتاجوش رواتب أصلاً إلا دلع بوكيت ماني. بس تقولي من هو ذاته هذا اللي يعتمد عليه الشعب اليمني؟ الشعب يريد إسقاط ذاته. يا ذاته خيرة الله عليك، لو سمحت يا ذاته الشعب بلا مصروف، ما بنقوش بلا رواتب، الرواتب طلعت عند الحوثي استثناءات ولا الأمها ذاعي. والعجيب أنك تلاقي الشعب نفسه في مناطق سيطرة الميليشيا يروح يداوم من 10 أشهر عادي. قال إيش يا خايف لا يفصلوا من الوظيفة، الوظيفة اللي معاك تدخش عليه قرش حالة. قبل فترة قال يحيى الحوثي اللي حطوه وزير تربية وتعليم بحكومة حزيز إنه ما فيش عندهم مانع إن المدرسين يأخذوا رواتبهم من الأهالي، ذاته بذاته بيض يسموا ما شبه، أما رواتب ما فيش ولا يركنوا. وهكذا هو فهم الحوثي لحكم شعب نفسه بنفسه، ذاته بذاته يخلص نفسه بنفسه، وكل واحد يتقطع لذات الثاني والبقاء للعفض. هذا يلف قوله تهمة ويعتقلوه ويبتزوا أهله 1.2 مليون، وهذا الثاقر ينهبوه جمارك بين الحواري، وهؤلاء الطلاب يستلموا منهم ويخلوهم يغشوا زي ما شفنا، والأمور تمشي يا ذاته. قال لك رواتب وموازنة وبنك مركزي ووقع رأس، وما كان مع الدولة قالوا بوقاب، وما كان مع المواطن مجهود حربي، والأمور تمام. والله هم أدم نعمة العطوان وذاته رواتب لا تحلموش. واللي ما سمعوها شوال حلقة نعيده، إيش قلت يا برمي ثورة القرعة؟ سمعهم. فالشعب اليمني لا يعتمد على الرواتب، ويعتمد على ذاته، والرواتب يتأتي استثناءات، يتأتي استثناءات، يتأتي استثناءات، استثناءات، استثناءات. قالوا أن الصومات رئيس غفلة الإنقلابيين بعدما مددوا له وخلوه قائد أعلى القوات المسلحة، قام قرح القات والبردقان معه وقال الله والله يشتي طيارين، وهوب يخرجوا له قال إيش دفع الطيارين حربيين. طيارين أكواد، طيارين بطانيات، إيش قصتكم يا حوثة؟ عايشين دور عباس بن فرناس، ساعة طائرات بلا طيار، وساعة طيارين بلا طيارات، ليش كل شيء عندكم لحاله؟ ممنوع الاختلاط ولا إيش؟ وبعدين في طيارين يتخرجوا كذا في شعب بالحيمة ولا بني مطر، ومن دربوا لكم الطيار السوداني اللي عند حسن زيد؟ إيش من طيارات تدربوا عليها ذولا لو ما تخرجوا طيارين؟ وبعدين تعملوا لنا صور جبال وتشتتوا الموقف، نعم إحنا ما بنعرف المكان. شكلكم سمعتوهم فيروز بدل الزوامل. طيري يا طيارة طيري يا ورق وحيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنتاني الزمان على سطح الجيران. من
من بعد الحلقة الماضية وأنا أعاتب نفسي يا أخي يمكن أسأت الظن بأبو عفشفش ودعوته للسلام، يمكن يصدق مرة وجلس ضميري أن ابن الغاية ما طلع المخلوع المحروق مع الصماط يحشد مقاتلين عشان السلام. يا سلام، أحلى ما في أبو عفشفش يا جماعة أنه ما يخليكش تندم أبدا لما تنديله على دماغه كده زي اللغم، لازم تخليك داعس على راسه ولا بيقرح. بالليل يدعو للسلام والصبح يبكر مرافق مع الصماط يحشد متبردقين. أنا أتيت لزيارتكم ومعانا الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح الصماط، وهو يقود العملية السياسية وينتظر من المقاتلين التوجه إلى الجبهات، وسوف يتم دعمكم بكل المستلزمات. قال لك بكل المستلزمات، مستلزمات أطفال ولا تقنين؟ يحسسك أنهم بينقلوا بيت جديد وبيجيب لهم صحون وملاعق وسامان مطبخ. الرع 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 يا داعية السلام يا أبو عفشفاش، عاد المخزون يعجبك ها؟ بس والله إنك في إهانة تستاهلها، هذه آخرتك، مرافق مع صالح الصماط. وعاد الحارس حقه يداهفك، لا تغرب. زمان زمان مالوش أمان، فاكر أيام المواقف وتخرج بعشرة ألويات تنشرها، واليوم تنتعنقل في آخر طق مع الصماط. وقالوا في عدم منعوا شحنة مساعدات تركيا، كذا كذا أول ما وصلت الميناء منعوا رئيس الوزراء يروح يستقبل الوفد، وهذه أقوى مشحونة. ليه؟ خير، قالوا إنهم شموا الصلصة من وعادة بالبحر حامضة بتخرب المطفايح وحفاظا على التراث، قاموا يبهدلوا الوفد الإغاثي في المساعدات التركية، وقالوا إن الإغاثة التركية فاسدة. فاسدة قلتوا لي كذا ها؟ محلكم حاليا؟ خلاص انتم مين تابع لاي صحافه؟ صحفي هذا اي صحافه؟ صحفي ماشي. لا انا عايز اساميهم. ما لك حق تساله. لا انا عايز اساميهم. ما لك حق تساله. لا عادي عادي عادي. انا سمحت لك بعطيها. انا سمحت لك تسمح الدخول ماشي. انا سمحت للراس. انا مدير عام الوزاره. لا لا تشلها لا تشلها. انا مدير عام الوزاره. تمام اخي. انا سمحت له بالدخول. اخي على عيني والراس. تمام. ايش المشكله؟ يا عزيزي يعني لا ترحموا ولا تخلوا رحمة الله تنزل. تبدعتوا قدام الناس، كل واحد يقول أنا المدير، لا أنت المدير، لا أنا المسؤول، لا أنت المسؤول. وهات يا أزمة زعامات، وهوب صوروا على الفيس وتنشروا صور علبتين صلصة وخلاص قررتوا أنها فاسدة. ما قدمتوا بيه في الميناء بين شمس الله، موت الشو تفتحوها تلاقوها مكعبة ثلج مثلاً، والثاني يقول في العلب أسلحة وكواتم وصواريخ في الصلصة. صواريخ ليش؟ عشان تقصف المطفاية. يا تركيا كان قبتي علبتين درين كان بايقع تركيا الخير. يلا مبروك عليكم الإنجاز الكبير بمنع المساعدات للناس بدل ما تشجعوا كل الدول على إغاثة خلق الله. خذكم على علب الرينجا وسمعونا أحلى زغروطة. عبدو حوثي وحشتنا يا ابو اللغاقة بغنة، لانه في لغاقة من دون غنة زي المخلوع وفي بغنة. المهم فين ايامك؟ ايش اخبارك؟ عقدت ولا عادك مكرر تقاتل اليمنيين وتسرق تط امريكا؟ والاهداف الامريكية التي جعلت من عنوان الارهاب غطاء للتحرك لتحقيقها وللوصول إليها هي أهداف خطيرة جداً. ما فيش فايدة، تناحى إلى يوم القيامة من صدق. جاي تعيب على الأمريكان وأنت أفضل تلاميذهم، قلت إسقاط قرعة وقرعت البلاد كلها. رحت للأمريكان تقول لهم أنا بأحارب داعش وفوق اليمنيين من قرية لقرية، لا عندنا داعش ولا أم الصبيان. طلع أنك تحارب ماعش. ماعش واختصار ما بوش معاش، واللي ما يسكيش ينقلب ويضرب دولة يرجع يقول المعاشات استثناء، اشتغلوا بلاش. السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أطلق في يوم الخميس هذا الذي كان آخر خميس من شهر شوال
موقفه المعلن الواضح الصريح، وكان شعار هذا الموقف، كان شعاره الذي أطلقه في مدرسة الإمام الهادي عليه السلام بمران في ذلك التاريخ، هتاف البراءة، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أيوة، هو يوم الخميس الملعون ذاك بحشم أخوك لما اجتمع أخوه قرح الكيف شعارات ومنها دم يمني لليوم ولا وقف. هذا شعار مستورد من إيران أول من رفعه الخميني، أنت وأخوك لم قاولين للمشروع الخميني، حتى الإيرانيين بطلوه ونذقوا لكم. أما مشروع الهادي الرسي الناس كلها عارفينه، تدور عذبة وكرسي وحكم حتى ولو باسم الشيطان، هي مهرته حق وبيع مسابح. فالشعار هذا الهتاف، هتاف الحرية، هتاف البراءة من الأعداء، كشعار يعبر عن توجه وعن مشروع، مشروع ضمنه تفعيل المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. أيها تعالوا شوفوا يوم الصرخة طلعوا بسيارات هامر وفورد وقال لك تفعيل المقاطعة للبضائع الأمريكية، وتلفونات الآيفون ما عاد حد يقدر يشتريها في اليمن إلا عيال وهوانم الجراف المبقشين أرجع عرقود. فاصل يا جماعة ونرجع نغطس في مأجل الشخوة لما يحلها علينا الله من عنده. هيا بكم ومرحب، جاهزين مستعدين؟ بعمل بكم زي جماعة التبليغ 3 أيام في سبيل الله، يمين بالله أنه متابعة هدرة الحوثي انتهى كامل للآدمية، ومع ذلك باقي مخذوعين فيه. تحس نفسك أمام نثرة، بيش هدرة أمام، يعني أمام تلك الهجمة الهائلة جدا التي لها وللأسف أدوات كبيرة عربية وإسلامية، ينشط في ظلها علماء دين، ينشط في ظلها ساسة، ينشط في ظلها ومعها أقلام وكتاب وإعلاميون وأبواب كثيرة جدا. طلع الناس تشي تسفخ كل من يفرض مشروعك إنهم تبع الهجمة الأمريكية الهائلة، بس إحراق لما يتذكر الناس إنه إيران وقاسم سليماني وحسن زميطة يقاتلوا بالعراق وسوريا تحت الغطاء الجوي الأمريكي. عاد باقي معاك من هدرة جديد غير اللي حافظينها، يكفي استحمار؟ لا يكفي أن يكون مجرد أن يكون هناك مجرد توعية، يعني كلام كلام هكذا فاضي من دون أن يكون هناك مواقف، من دون أن يكون هناك تحرك عملي، وهو أيضا توجيه لبوصلة العداء نحو العدو الذي يراد له في سعيه ومن خلال أدواته أن يتحول هو إلى من يقود الأمة. ما ينفعش كلام وهدرة، لازم من موقف. ولا كيف؟ لازم يفجر مساجد ويحرق مراكز علوم القرآن والحديث، لازم من توجيه البوصلة إلى الخزائن والبقش إلى مأرب وإلى عدن وإلى تعز. وطبعا آخر شعاراتهم هذا، لن يهزم اليهود إلا الأكثر يهودة منهم. افتهم لكم؟ هذا يدور ملك لا يبلاه ويسدوه. فإذا بالتكفيريين الذين كانوا هم العنوان الإرهابي لأمريكا والذريعة المصطنعة والمختلقة لأمريكا، إذا بهم يتحولون إلى وسيلة وإلى يد أمريكية تضرب بها شعوب المنطقة. ومن هم التكفيرين اللي تقصدهم؟ هذا اللي كفر رئيس الجمهورية والشعب، ولا هذا اللي كفر أهل تعز وكل مخالف للحوثي، ولا هذا اللي نبع لتكفير وتحقير الصحابة، ولا قال شعوب المنطقة، شعوب ولا الصياح، حتى شعوب حقنا ضربت أبوها وكل يومين يقبروا فيها شبابها درزا في ذمتك. سيبك من شعوب المنطقة. في اليمن عندما كان هناك مواجهة قوية لهم وكانوا موشكين على الانهيار التام في اليمن، دخلت تلك القوى التي تقف خلفهم وبحماية أمريكية وبإشراف أمريكي وإدارة أمريكية على نحو مباشر في العدوان علينا في هذا البلد. قصدوا أنه نحن ناسين أن السفير الأمريكي قبل سقوط صنعاء قال أن الحوثيين معهم أهداف مشروعات في صنعاء،
وانه المبنى الوحيد اللي حميثوا ليلة سقوط صنعاء بعشرة اطقم هي السفارة الامريكية، ودعموكم ولا زالوا. وكان كيري قبل ما يطلع من الخارجية الامريكية يتحوس زي الدقاقة اللي فيها بيضة، وقدم مبادرة ما كانش الحوثي يحلم فيها. نسيتوا؟ والاحداث اليوم على اشدها، على اشدها، والصراع على اشده. اليوم المخاطر ايضا في الساحة الفلسطينية واضحة، المخاطر على الأقصى مخاطر غير مسبوقة. شوف يا عبدو، سيب الأقصى لحاله، لو كان جنبك إنك فجرته باعتباره مركز للتكفيرين والدواعش وفتحوه عمر بن الخطاب، وانت داري عمر رضي الله عنه عندكم إيش. خلي المخاطر الغير مسبوقة على جنب، والله ما أبو خطر على الشعوب والدول والمقدسات إلا منكم. صاروخ باليستي فوق مكة، صاروخ باليستي قليل الدين والشرف وهي قبلتها المسلمين، ما بالكم بالأقصى؟ اليهود مستعمرين فلسطين نصف قرن، ما قرؤوش يفعلوا اللي فعلته بالمسلمين ومقدساتهم وحرماتهم في سنتين، سهينتكم لا مثيل لها. لأن من أكبر ما يركز عليه الأمريكي وكل أدواته الإقليمية والمحلية من الأنظمة ومن داخل الشعوب أن يذر الرماد على العيون وأن يلبس على الكثير عن حقيقة هذه الأحداث، حقيقة العدوان علينا في اليمن، حقيقة الحرب في سوريا، حقيقة الحرب في العراق، حقيقة الأحداث في المنطقة. حقيقة الحرب في العراق أنه إيران اشتغلت مقاوم من الباطن مع أمريكا، واشتغلت كذلك مع سوريا عبر أدواتها، وانت واحد من الأدوات اللي تشقبها إيران لصالحها في المنطقة. إيش عاد من رماد وإيش عاد من عيون؟ خذ الكلاب عارفة ذا الخبر، ما بالك بالبشر؟ أقعادوا ملقم لها قشر، يوضح حقيقة الصراع. أنتم محور واحد ضد العرب والمسلمين ويهزين على الطارق. تفضلوا. اليوم يا أيها العرب، يا من يزعمون أنهم يحملون لواء العروبة، أيها النظام السعودي، أيها النظام الإماراتي، تفضلوا اعملوا شيئا للأقصى أمام المخاطر الكبيرة على المسجد الأقصى. هذولا قلت أنهم عملاء وخونة أبوتهم. قل لي عنك وعن الإيراني قاسم سليماني وحسن زميطة، تحولت إسرائيل هي الشعوب عشان تقتلوها وتنهكوها بحروبكم اللي يبارك الغرب ودول الاستعمار. قاسم سليماني قدوب سوريا وراح القطيف والبحرين، أكيد سمع خبر أنه إسرائيل نقرت من العمارة الأولى. انت يا عبدو فجرت بلاد وطحنتها طحين، والموت لامريكا والموت لاسرائيل، ولا قد مات بالحروب هذه امريكي واحد ولا اسرائيلي، كلهم يمنيين. على من بتضحكوا؟ لدرجة منع الصلاة فيه، لدرجة منع صلاة الجمعة في يوم الجمعة الماضي فيه. أنتم اليوم تشجعون الأمريكي وتشجعون الإسرائيلي على الإقدام على خطوات كبيرة في ضرب الأمة وفي استهداف الأمة. يا عبدو انت واصحابك قد سبقتم اليهود بالابتكار والتشجيع، هم بس اللي بيقلدوكم. كم جمعة منعتوها في مساجد صنعاء بس؟ كم من مسجد اغلقتوه؟ كم من امام وخطيب اعتقلتوه وقتلتوه؟ ما قد رقص يهودي بمزمار داخل المسجد زي ما عملتوا انت من فتح باب الاعتداء على حرمات المساجد في هذا العصر يا شخوة. من قد قصف مكة؟ ادخل اليوتيوب ولا جوجل اكتب الحوثيين بس، حاول تعرق. تتوقع اسرائيل ايش بتفعل بعد فعائلك؟ اسرائيل ما عاد تحتاج خطوات كبيره، قد اختصرت لهم الكثير انت ومقوايه الخميني، فعلتهم الواجب بزياده. ورسلت لاسرائيل التوراه ب 100 مليون دولار دخلت اسلحه تهريب بس ولا نزيد. مشروع التقسيم لبلدان المنطقه واضح، اليوم ها هم الاكراد متحضرون للانفصال عن العراق، وغدا ستسمعون هناك في سوريا، فيما بعد سنسمع كذلك في اليمن، والطبخة معدة للتقسيم في اليمن. مش ملاحظ أن العراق وسوريا واليمن تدخلت فيهم إيران وأصبحت هذه المناطق مهددة بالتقسيم؟ ما سألتش نفسك ليش؟ ما سألتش روحك أنك مجرد أداة من أدوات هذه المخططات؟ انت يا عبدو الحمار العاشر اللي نسيت تحسبه زي ما عمل جوحا. حاضرون للمشاركة حتى على مستوى القتال مع العدو الإسرائيلي في أي مواجهة عسكرية جديدة. ركزتوا على إيش قال؟ قال معه
كررها يا مخرج. حاضرون للمشاركة حتى على مستوى القتال مع العدو الإسرائيلي، مع العدو الإسرائيلي، مع العدو الإسرائيلي، مع العدو الإسرائيلي مش ضد. يلا بنعتبرها زلة لسان عواق من يومه. أرقد لك بس لا تهم ولا تحسن. لو تروح هناك مؤكد إنك بتلاحق فصائل المقاومة الفلسطينية كلها باعتبارهم دواعش وتكفيريين وإنهم أدوات إسرائيلية بفلسطين. أنت حالياً مشغول بقتال إسرائيل في تعز وفي ميدي وفي البيضة وفي الضالع، تسيب كله ده وتروح إلى إسرائيل عشان إيش؟ تعال نعمل قرد كم قتلت إسرائيل من حين احتلت فلسطين، وكم قتلت أنت والحشد الشعبي وميليشيا حسن زميطة ومرتزقة قاسم سليماني من العرب خلال 5 سنوات. ما حد بيت صفحة إسرائيل مثلكم يا حلف إيران. حاضرون حتى في مثل هذه الظروف أن نرسل المقاتلين للمشاركة في أي مواجهة مستجدة. همنا فقط أن يكون لنا تنسيق يساعد على ذلك. يا رجال عليك ما تخسر، ما يحتاج تتعب روحك. أنت مع في خلص الإسرائيليين بالبنك المركزي والميناء والجمارك والمجهود الحربي، وكمل مروط اليهوديات حق اليمن ذهبهم، وقاهد بالتهريب والسوق السوداء أنت والمشرفين. ولا تنساش ما تعتقدش هالمعاش نتنياهو ابن التيت، الراتب الاستثناء الدلوع وتنزلوا البدرومات، احبس ابوه. والشعب اليمني راكن على ذاته. خاطركم نشوفكم بحلقة جاية. لا 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 لا.